لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. دبلوماسي عربي مسؤول يكشف حقيقة المراقب الجزائري أنور مالك. مسؤول الجامعة كشف أن مالك يخدم أجندات أخرى. فمن هو أنور مالك؟ الجزائريون يكشفون حقيقة أنور مالك بأنه عضو جماعة إسلامية مسلحة، وبعد ذلك يصبح عضوا في فريق المراقبين العرب في سوريا. اسمه الحقيقي نوار عبد الملك، وهو ضابط مطرود من الجيش الجزائري بسبب السرقة، وينتمي إلى جماعة سلفية كانت تذبح الأطفال بالصواطير، وكان يقودها المجرم عنتر الزوابري. فضائح أنور مالك والكتب التي أصدرها أنور مالك بدعم من الإخوان المسلمين حررها أبو جرة السلطاني، المعروف بأنه مرجعية الإخوان المسلمين في الجزائر وهو مقيم في سويسرا. هذه هي حقيقة أنور مالك. أنور مالك خروجه على الفضائيات ما زال مستمرا. عرضت لمالك لقاء له مع صحيفة الساندي تيليغراف البريطانية. ثم هذا أنور مالك كم له من الوقت حتى يذهب ويتحدث وكأنه كاتب روايات بوليسية يؤلف على هواه؟ ثم أنور مالك أنا في تغنت عنده كثير، أما فيما يدري أنور مالك وما أنور مالك الآن رجل يعني يمثل الانتهازية بأوضح معنى. تحياتي أستاذ أنور، أنا أحترمك جدا وأقدرك، لكن يجب أن نكون حياديين ويجب أن نقول ما يحدث. الأستاذ الفاضل أنور مالك تحية له من كل أهالي مدينة حمص. هو دار حمص والآن حمص يعني تفتقد أمثاله من في المراقبين الدوليين. حقيقة نحن الآن نبحث عن أمثال أنور مالك. Documenting it all is the man in the middle with the orange vest. He is former Arab League observer Anwar Malak. E mesmo entre os países da organização, o argelino Anwar Malak. Se mostrar ao observador da Liga Árabe, Anwar Malak. Beobachter Anwar Malak, former Arab League observer in Syria, is criticizing the league's monitoring mission during Assad's regime crackdown in Syria, calling it a farce. Anwar Malak, an Algerian national who recently stepped down from. ألا تنسجم آراء المغردين في موقع تويتر أعلاه مع رأي أنور مالك أحد أعضاء البعثة؟ هناك رجال أحرار كالكاتب الجزائري أنور مالك. أنت عم تحكي لي عن أنور مالك، أنور مالك اسمه عبد الملك أصلا. هذا الأخ عم يشرح أنه راح. اسمعني شوي، وأيضا محاولة اغتيال أفراد البعثة المراقبين العرب منهم أنور مالك محمد حسين عمر السلام عليكم. هذه نماذج قصيرة ولقطات فقط مما دار حول هذا أنور مالك في الإعلام. واحد يقول مجرم، واحد يقول عميل استخبارات، واحد يقول عميل مزدوج، واحد يقول عميل ثلاثي، واحد رباعي، واحد خماسي، واحد سباعي، واحد راه عميل للسعودية، واحد عميل لقطر، واحد قال عميل لتركيا، واحد قال عميل لفرنسا، واحد قال عميل لأمريكا، واحد قال عميل للموساد الإسرائيلي، واحد قال. ما أسهل في هذا العالم المفتوح أن تتهم فلان وإلا. أنا نقولها لكم يعني في ظل ما يصلني وش يوصلني كل يوم من اتهامات كثيرة عبر الفيسبوك وتويتر وغيره وغيره وغيره. أنا أقول لكم شيء واحد، أنا لا أنزعج من هذا أبدا. وإن كنتم تعتقدوا بأنني أنزعج من تسريب كذا وقول كذا وقالوا كذا وجابوا كذا، أبدا. أنا أدرك تماما عندما توصل رسالتي كما ينبغي بلا أدنى شك أنه يكثر هذا الذي لا أستطيع أن أصفه. أنا أتقبل النقد، النقد البناء الذي يكون فيه راعي القيم الأخلاقية أنا معه ولا أتأثر به بل أحترمه، وعندي الاستعداد
أن من ينتقدني اللي يعمل لي فيديو نقد لأفكاري ويكون فيديو راقي يرسله لي أنشره له على قناتي وأنشره له على كل مواقع. لكن الكلام الفارغ يبقى دائما فارغ. وتأكدوا يقينا مش لي أنا فقط، لكل الناس الناشطين والمناضلين، إذا بقيتوا تلتفتوا إلى كل ما هب ودب ويتأثر فيكم واش قال فلان واش قال علان، تأكدوا أن أهدافكم لن تصلوا إليها. لذلك اضحكوا عليها وتفرجوا عليها كما كنت تشوف أنا، وزيدوا واصلوا، لأنكم إذا أوجعتم السادة ماذا يفعل العبيد؟ شكرا لكم أحبتي الكرام، نواصل دائما الرسالة، نخليكم أيضا مرة ثانية مع هذه المقاطع تتلذذوا، هذا يقول أنور مالك فيه وهذا يقول أنور مالك عليه، وهكذا هي الحياة. لو كان الكلام القبيح اللي يتناقلوه على الناس يسيء للناس، ما أورد لنا القرآن الكريم ما قيل في الأنبياء سحرة وكذابين وكذا 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 وكذا، بل أنه في القرآن الكريم حتى وش قالوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، خبرنا به وسيبقى يتلى آناء الليل وأطراف النهار. ليس معناه أنني أقارن نفسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام معاذ الله، ولكن نقول في عبرة فقط، والعبرة دائما لمن يعتبر، أما من لا يعتبر فواصل. شكرا لكم جميعا، ألقاكم في نهفات أخرى إن شاء الله. أنور المالك سمعت عنه، هذا الرجل يعني نكث عهده. التي كان يقودها عنتر الزوابري، والتي كانت نسخة جزائرية من القاعدة وتنظيم الزرقاوي في العراق. دبلوماسي عربي مسؤول يكشف حقيقة المراقب الجزائري أنور مالك. مسؤول الجامعة كشف أن مالك يخدم أجندات أخرى، فمن هو أنور مالك؟ جزائريون يكشفون حقيقة أنور مالك بأنه عضو جماعة إسلامية مسلحة، وبعد ذلك يصبح عضوا في فريق المراقبين العرب في سوريا. اسمه الحقيقي نوار عبد الملك، وهو ضابط مطرود من الجيش الجزائري بسبب السرقة، وينتمي إلى جماعة سلفية كانت تذبح الأطفال بالسواطير، وكان يقودها المجرم عنتر الزوابري. فضائح أنور مالك والكتب التي أصدرها أنور مالك بدعم من الإخوان المسلمين حررها أبو جرة السلطاني، المعروف بأنه مرجعية الإخوان المسلمين في الجزائر وهو مقيم في سويسرا. هذه هي حقيقة أنور مالك. أنور مالك خروجه على الفضائيات ما زال مستمرا. عرضت لمالك لقاء له مع صحيفة الساندي تيليغراف البريطانية. ثم هذا أنور مالك كم له من الوقت حتى يذهب ويتحدث وكأنه كاتب روايات بوليسية يؤلف على هواه. أنور مالك أنا افتجت تخلفت عنه كثير، أما فيما يلي أنور مالك وما أنور مالك الآن رجل يعني يمثل الانتهازية بأوضح معنى. تحياتي أستاذ أنور، أنا أحترمك جدا وأقدرك، لكن يجب أن نكون حياديين ويجب أن نقول ما يحدث. تحية الله الأستاذ الفاضل أنور مالك، تحية له من كل أهالي مدينة حمص. هو زار حمص والآن حمص يعني تفتقد أمثاله من في المراقبين الدوليين. حقيقة نحن الآن نبحث عن أمثال أنور مالك. Documenting it all is the man in the middle with the orange vest. He is former Arab League observer Anwar Malak. E mesmo entre os países da organização, o argelino Anwar Malak se mostrar ao observador da Liga Árabe, Anwar Malak. Beobachter Anwar Malak, former Arab League observer in Syria, is criticizing the League's monitoring mission during Assad's regime crackdown in Syria, calling it a farce. Anwar Malak, an Algerian national who recently stepped down from. ألا تنسجم آراء المغردين في موقع تويتر أعلاه مع رأي أنور مالك أحد أعضاء البعثة؟ هناك رجال أحرار كالكاتب الجزائري أنور مالك. أنت عم تحكي لي عن أنور مالك، أنور مالك اسمه عبد الملك أصلاً على كل الأحوال. هذا الأخ عم يقول لي إنه راح، اسمعني شوي، اسمعني. وأيضاً محاولة اغتيال أفراد من بعثة المراقبين العرب، منهم أنور مالك ومحمد حسين عمر أنور مالك، الله يحميه، أنور مالك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.